من أشهر الحسابات الخاطئة اللي بيقع فيها بعضنا هو اختيار المكسب قريب وخسارة كبيرة بعيدة، حالة من التسرع والاستعجال وعدم النظر إلا تحت الأقدام، ينتج عنها قرار يحقق مكسب لحظي صغير بالمقارنة بالخسارة الكبيرة بعدين. لما تخلف سيدنا كعب بن مالك عن غزوة تبوك أصعب أيام النبي والصحابة سنة 9 هجريا وسماها ربنا ساعة العسرة، وبعد ما النبي رجع دخل عليه 80 واحد ممن كذبوا على رسول الله وقعد يقولوا كده أعذار وهي عشان النبي يسامحهم، ودخل بعدهم سيدنا كعب بن مالك فتبسم له النبي تبسم المغضب قال ما خلفك. فكانت المقارنة في قلب سيدنا كعب بن مالك أنه يكذب فيحقق مكسب قريب يطلع من المشكلة، لكنه هيخسر خسارة كبيرة على المدى البعيد وهي ثقة رسول الله. فكان الاختيار: والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني يا رسول الله لو حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه تزعل مني، إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر. كان ممكن يكسب نقطة في العلاقة ويطلع من المشكلة ويخسر أساس العلاقة بعدين وهو ثقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، زي صاحبنا اللي بيحب يضحك الشلة ويلفت انتباههم، فنبقى قاعدين مع بعض ويمشي واحد مننا يروح وإحنا لسه واكلين عيش وملح دلوقتي، فصاحبنا ماشي يتريق على لبسه ولا جسمه ولا مشيته. ماشي يا سيدي ضحكتنا، بس وإحنا بنضحك الضحكة دي بتطلع مننا كل ذرة ثقة فيك، أنت أكيد هتتكلم علينا زي ما اتكلمت على صاحبنا اللي كان لسه قاعد معانا. زي الأب والأم اللي بيختاروا يعالجوا الموقف الوقت ده بالعنف، عنف لفظي أو تهزيق للعيال، بدل ما يتعبوا شوية ويقعدوا يشرحوا هم ليه بيعاقبوا ولا بيكافئوا. على المدى القريب هيخلص الموضوع بسهولة، لكن على المدى البعيد خسارة فادحة في علاقتهم بعيالهم، وهيبنوا في البيت جو غير آمن للتربية، وبكرة العيال تكبر وترد العنف بعنف. شبههم صاحبنا غشاش السلعة اللي بيداري العيب عشان يبيع السلعة دلوقتي مكسب قريب، هو ناسي انه على المدى البعيد محتاج بركة في المال وحفظ في النفس وستر من الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتبا وكذبا فعسى أن يربحا ثم يمحق الله بركة بيعهما. أما بقى المكسب القريب الأشهر والخسارة البعيدة الأعظم، هي اختيار إنسان لقضاء حياته في تحقيق لذات لا ترضي الله، وأنه يستمتع ويضحك على أنقاض حقوق الآخرين دون التفكير في التوبة وينسى الآخرة، المكسب البعيد الكبير. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وربنا يقول لهم: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فيا بائعا سعادته العظمى والنعيم المقيم، ويا مستبدلا جنات ربه بالعذاب الأليم، إنما هي لذة فانية وشهوة منقضية، تذهب لذتها ويبقى بعدها طول الحساب، ويتوب الله على من تاب. الحل: حتى لا تفضل المكسب القريب ثم تجني خسارة بعيدة، حط كل تصرفاتك في ميزان المكسب والخسارة، فلا تكسب موقف في العلاقة وتخسر أساس العلاقة، لا تكسب موقف ينتهي بسرعة وتخسر قلب يدوم ليك، ما تكسبش دنيا قاربت على الانتهاء وتخسر آخرة صفتها البقاء. كانت أمي دايماً تقول لي وهي بتشجعني على المذاكرة وأنا زهقان: يا ابني تعب ساعة ولا تعب كل ساعة، يا بخت من بكاني وبكى علي ولا ضحكني وضحك الناس علي. ففكر دايماً قبل ما تجني أي مكسب قريب، اسأل نفسك هيؤدي لخسارة كبيرة بعيدة ولا لأ. فاللهم يا رب آتنا الحكمة في القول والعمل، واجعل الآخرة في قلوبنا خيراً لنا من الأولى، واجعل رضاك خيرا في قلوبنا من إرضاء شهواتنا.